اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن احنا كنا في بدايه الحلقه بنتكلم على الموقف اللي اظنه غير جيد على الاطلاق بالنسبه لبنيامين نتنياهو امام الشارع او الراي العام الاسرائيلي اذا حبيت توصفه كده، وايضا امام المعارضه اللي موجوده، خصوصا في ظل تغير المواقف الاوروبيه بل وحتى تغير الموقف الأمريكي. خلينا هنا نفهم أكتر بقى عن الموضوع. دكتور سعيد عكاشة المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك يا فندم، كله تمام؟ دكتور سعيد اتفضل. مهم عندنا أن احنا نفهم شكل الشارع السياسي الإسرائيلي وأيضا الرأي العام الإسرائيلي من بنيامين نتنياهو، خاصة بعد هذه الهدنة، صفقات تبادل الأسرى من الجانبين، وما بين قوسين مهمين جدا هو تبدل الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. يعني نقدر نقول أنه الحقيقة مبكرا جدا الشارع الإسرائيلي من الهجوم يوم 7 أكتوبر. الصدمة اللي حصلت للشارع الإسرائيلي كانت أول ما طالت نتنياهو كشخص، لأنه فضل طول الوقت على مدى 15 سنة بيقدم نفسه على أنه الوحيد اللي كان قادر يدير المسألة الأمنية في إسرائيل بشكل مرضي للغاية. 7 أكتوبر أنهى الأسطورة بتاعت نتنياهو تماما، وأعتقد أنه يعني مستقبله السياسي انتهى بشكل مؤكد، لن يعود مرة أخرى كرئيس للحكومة في أي يعني انتخابات مقبلة، وربما حتى يقدم استقالته قبل أن تجرى الانتخابات. استطلاعات الرأي تبين أنه هناك غضب عارم داخل المجتمع الإسرائيلي من نتنياهو وحكومته، لا ترشحه الجماهير الإسرائيلية إلا للحصول على أقل من نصف المقاعد اللي كود التي الموجودة حاليا 32 مقعد، يمكن ان لا يتحصل على سوى 17 مقعد حتى في اخر استطلاع. حجم مؤيدينه مقابل بيني جانس المنافس الرئيسي له 27% مقابل 52%. يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الحزبي نستطيع ان نقول ان المجتمع الاسرائيلي رفض نتنياهو الى الابد. طيب هل نتوقع انه يحصل تغييرات في شكل الحكومه الاسرائيليه، يعني من الليكود واليمين المتشدد تذهب مثلا الى تشكيلات من يسار الوسط او حتى ائتلافات؟ لا، مع الاسف يعني احنا بالتقسيمه بتاعت اليسار خادعه الى حد ما في اسرائيل. يعني على سبيل المثال متصنف حزب الوحده الوطنيه اللي يقوده بيني جانس على انه حزب وسط، مع انه حزب متشدد للغايه طبعا، خاصه في مساله الدوله الفلسطينيه. وبيني جانس حتى قبل الحرب دي اعلن انه لا يوافق على حل الدولتين، وانه اقصى ما يستطيع ان يقدمه هو كيان ما فلسطيني ولكن ليس دوله. وبالتالي الاحزاب الموجوده حاليا اليسار في الكنيسة الحالي لا يمتلك سوى 4 مقاعد فقط لحزب العمل، اما الاحزاب المسماه بانها احزاب وسط مثل يش عتيد واحزاب الوحده الوطنيه فهي احزاب في حقيقه الامر يعني ليست كما نتصور انها مرنه في حل الدولتين. هم اقرب الى اليمين فيما يخص المساله الامنيه، ويرفضون ايضا حل الدوله. حتى يش عتيد وهو الذي يقود يائير لبيد يتحدث عن حل الدولتين بغموض، لا يقول اعتراف بدوله مستقله. يعني نحن امام وضع سيء للغايه ويصعب كثيرا بعد الحرب من مساله يعني اقناع الجماهير الاسرائيليه بحل الدولتين. طيب ده 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 معنى يعني ده كده بوضوح انه مش متوقع انه تيجي حكومه تساهم في عمليه سلام، لكن من ناحيه ثانيه اصبح هناك تبدل في المواقف، يعني الاوروبيين من انحياز شديد الوضوح إلى تبدل في الموقف إلى مش هقول الطرف الآخر ولكن حديث واضح جدا عن حل الدولتين، حتى واشنطن أصبحت تتحدث عن حل الدولتين. هل من الممكن أنه ده يشكل ضغط على الحكومة الإسرائيلية المرتقبة حينما يتم تشكيلها بأنها تجلس على موائد المفاوضات؟ أعتقد صحيح أنه في ضغط هيتم بشكل كبير. هو السؤال هل الضغوط دي يمكن أن تكون فاعلة بالفعل ولا
هتكون مجرد يعني ضغوط على الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على إنها تغير موقفها، لأن الرأي العام هم غزوه بكم كراهية للفلسطينيين حاليا، يصعب معاه إقناع الجمهور ده بحل الدولتين. يعني عندما تطالع الصحف الإسرائيلية بالذات التحقيقات أو مقالات الرأي، الجميع يجمع إذا كنا لم يعني سمحنا بأقل من دولة في غزة وهددتنا هذا التهديد وأدت إلى كارثة 7 أكتوبر، فبالنا لو كانت هناك دولة مستقلة ماذا سيكون عليه أمن إسرائيل في حالة وجود دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو الخطاب السائد الآن في يعني الشارع الإسرائيلي، هم يركزون فقط الآن على مسألة تحرير الأسرى، ثم بعد ذلك نتنياهو اليوم تحدث بوضوح في من داخل غزة وقال إنه الهدف ما زال يعني مبقى عليه وهو الإطاحة بحكم حماس في غزة. يعني لم يعد يتحدث عن حل الدولتين بالتأكيد الآن في هذه اللحظة. كل الأمور يعني لا تساعد على توقع ماذا سيحدث بعد هذه الحرب. الوضع صعب للغاية، وهذه الحكومة اليمينية غزت لدى الجمهور الإسرائيلي مزيد من الكراهية ومزيد من الخوف من فكرة الدولتين. ألا توجد تغذية فكرية معاكسة، بمعنى أنه كل ما حدث من عنف فهو نتيجة الضغط الإسرائيلي على القطاع، أو نتيجة الضغط الإسرائيلي الحقيقة مش بس على القطاع لكن أيضا على الضفة، يعني ضغوط متزايدة من الإسرائيليين على الفلسطينيين سواء إذا كان في القطاع أو في غزة، مما أدى إلى انفجار الوضع؟ حل الدولتين قد يكفل أمن الشارع الإسرائيلي وبالتالي أمن الدولة، يعني أصبحنا بنتكلم على دولة في مقابلة دولة باتفاقات وتعهدات وضمانات دولية وما إلى ذلك. ألا يوجد من يغذي هذه الأفكار في الشارع السياسي الإسرائيلي؟ يعني في الوقت الراهن أستطيع أقول لا، لأنه حتى قبل الحرب كان معسكر السلام الإسرائيلي اللي هو كان دايما مع حل الدولتين، وده كان بيشكل من أو بتشكل من مجموعات يسارية وأحزاب يسارية صغيرة، وزي حزب مرس مثلا اللي هو مش في البرلمان لأنه فشل في دخول البرلمان في الانتخابات الماضية. هذا الصوت كان يمكن الحديث عنه في مرحلة لا تواجه فيها إسرائيل صدمة عنيفة. إسرائيل يعني الصدمة التي يعني تلقتها كانت كبيرة للغاية. مسألة الرهائن دائما ما تذكرهم بأن الأمن يعني بعيد كل البعد عن التحقق. هم يشعرون أيضا أن المواقف الاتحاد الأوروبي ليست منصفة بالنسبة لإسرائيل، لأنهم يقولون أين إدانة حماس فيما شنته من حرب في 7 أكتوبر. هناك خطاب داخل إسرائيل يعني للأسف الشديد يضع الجمهور الإسرائيلي في صورة الضحية الكاملة أمام عالم يعني أمام العالم كله بالضنا، ويعيد بناء الأساطير أو إحياء الأساطير التي تقول الجميع يكره اليهود الجميع معادين السامية. هذا هو الوضع الموجود على الأرض في هذه اللحظة، ولكن نأمل في أنه الصوت العاقل في إسرائيل ربما يتزايد بعد الحرب، ولكن في هذه المرحلة لا نستطيع أن نقول أن هناك صوت يقول شيء مختلف داخل المجتمع الإسرائيلي. أشكرك جدا دكتور سعيد عكاشة، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي.